لم يتبقى من الأسرة المكونة من 8 أفراد غيرها مع واحد من أبنائها، أما البقية فقد وصلت إلى موقع الموت ولم تجد غير أجزاء منهم بعد أن قصف طيران التحالف بقيادة السعودية المنزل بمن فيه. خرجت المرأة من البيت مع صفوة لشراء الدواء، وحين عادت لم تجد لا بناتها 4 ولا ابنها الأكبر ولا زوجها، فقد قتلت الغارة الجميع ودمرت البيت على رؤوسهم، ولم يبقى حيا غير المرأة وابنها صفوة. بس أجينا أتكش تكلم أحيد الدنيا مهدمة، ما قدرت شيء ولا قدرت أسوي حاجة. أبرق البات 4 بنات 4 شباب وولد كبير باير يميتني من بيت مدن رمادي، لا بقي لي بطاقة لا بقي لي ورقة لا بقي لي أي حاجة. تركت المرأة المنطقة بعد دفن أسرتها وغادرت زبيد نحو الحديدة، وهناك تعيش نازحة مع طفلها وتحاول أن تعينه في إعداد ما يمكن من طعام. قرأت يا ستي، أنا كنت أوجد وطبن قرأت وطبخ بدالة، أقول برجلي كده لجم ورجلي وديها كده، أقول حبيبي أنا شوي أرجع أتصلك. أني تحول الحوش الذي تسكنه إلى ما يشبه بقايا مخزن للعلاجات، أدوية من كل نوع قررها الطبيب، وكل مرة ينصحها بأن تنسى ما حدث. أنا أحاول ننسى لكن ما قدرتش يا ولدي ما قدرتش، أحاول بجهد علشان أركب أبي لاقي أخو ميش أنت لولي سلطبه ما يفيدني بكي شيء أنسى. كما تحمل المرأة ورقة تعتقد أنها مهمة، وفيها تعريف بأنها أصبحت لا تمتلك شيئا، وأنها تسكن حي 22 من مايو في الحديدة وتحتاج إلى قيمة العلاج. تحلم المرأة أن يكبر ابنها ويتمكن من شراء دراجة نارية ويعمل بها لتوفير ما يحتاج آخر 2 تبقيا من أسرة كانت تعيش في منزل مزدحم بزبيد. لم يتبقى من سكانه 8 غير من لا يمتلكون سوى ذكرى ما حدث، وكأنه حدث هذا الصباح وليس قبل أشهر.